مساء الخير أحبتي الكرام في كل مكان، ليلة جميلة هنا، أجواء مثالية، كل شيء يبدو رائع في كرة القدم بانتظار ضربة البداية. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها خلال هذه الأجواء الكروية الجميلة. نتمنى بأن تكون مباراة قوية ورائعة، مباراة مهمة للمدرب يمكن من خلالها أن يجرب بعض الخطط واللاعبين وأن يخرج بنتائج عظيمة واستفادة كبيرة. فريق يلعب بأسلوب الضغط العالي، يعني يحاول الضغط على خصمه في الثلث الخلفي حتى يجعله يقع في ارتكاب الأخطاء ولا يمكنه من الوصول لملعبه، لكنها تحتاج إلى مجهود كبير وتنظيم شديد في الملعب، لأن أي خطأ قد يعني بأن الخط الخلفي سيكون في أزمة ومعرض للخطر. براعة في التمرير. فرانكي ديونغ، ملعوبة لعثمان ديمبلي، يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة، ليفاندوفسكي أمام المرمى، والكرة في المرمى، هدف مبكر هنا لافتتاح التسجيل في هذا اللقاء. نشوف الهدف من جديد، خطأ كبير كان في إبعاد الكرة عن مناطق الخطر لتستمر الخطورة ويأتي الهدف، كان عليه بأن يركز في إبعاد الكرة بعيدة حتى تنتهي الخطورة، لكن فشل في هذه المهمة تسبب في الهدف وعليه أن يتحمل المسؤولية. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يستحوذ على الكرة. ديونغ ضربة ركنية لبرشلونة. الكرة ترسل قريبة هنا. كرة عند بيدري. هنا سهل اعتراض الكرة. تسديدة بعيدة عن المرمى. كم ممكن يروح ويكمل؟ كم ممكن يفكر في حل الزميل أو أن يسدد بدقة أكثر؟ الكرة ضاعت في النهاية. ديونغ يستخلص الكرة بشكل ممتاز. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. كرة للتعادل. يا الله، يعود بفريقه إلى المباراة. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر، تعامل مميز مع ضغط الخصم ومن ثم تسديدة المميزة في الشباك. هدف في التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. تاكلينج رائع جدا، وبالتالي الكرة إلى رمية تماس. فرانكي ديونغ، ضاعت الكرة من ديونغ. وصلت لأنسو فاتي. رمية تماس للبارسا. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. وصلت لأنسو فاتي. توغل رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم للأمام. تدخل هنا، فرصة للتقدم في المباراة.
يتدخل ويستعيدها من جديد. برشلونة دائما ما عودنا على لعب كرة قدم جميلة جدا، ولعب فيها أبرز النجوم العالميين، والنجم الحالي ميسي يعد أيقونة داخل النادي وواحد من أساطير الكرة ليس فقط في برشلونة. والكرة تذهب هنا، والراية هنا تعلن عن حالة تسلل موجودة، تسرع واضح في التمرير، كان يجب الحفاظ على الكرة وانتظار التمركز الصحيح قبل لعب الكرة. الله على النظرة، يا الله على التصدي، تير شتيغن يتألق تألق غير عادي في كرة من مسافة قريبة جدا. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء، مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. الله على الخرافة، على الأسطورة، على الباكورد، على هدف خيالي. الله على النهاية، كرة هوائية بطريقة خيالية، باكورد خيالي، الكرة في شباك الحارس. شوف الهدف، استمتع، اتعلم، اتكلم، هدف لا يسجل دائما. الله على الكرة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. فرانكي دي يونغ، كرة تصل لكوندي، جوليس كوندي، روبرت ليفاندوفسكي، استحواذ قليل على الكرة من قبل الفريق الضيف في هذا اللقاء. كما نعرف جميعا الكرة، هذه كرة هدف، يا رب، مستحيل الهدف، هذا لا يحدث كل يوم. مقصية خيالية أسطورية تعانق المرمى، هدف سينمائي في هذا التوقيت. نتابع الهدف من بدايته، بداية من المرور من المدافع ومن ثم الإنهاء الجميل جدا. تعرض لضغط كبير من الخصم لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. دي يونغ، هجوم من برشلونة، فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. دقيقتين إذن كوقت بدل ضايع، ولا فرصة لكرة مرتدة. هدية هنا، فقدان الكرة بعد تمريرة سيئة. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة جدا. فرانكي دي يونغ، الآن الكرة مع ديمبلي، دي رقم ليفاندوفسكي، فرصة تقليص الفارق الآن. أوه، ضاعت فرصة تقليص الفارق، كان ممكن يعود الأمل مع هذه الفرصة لكنها لم تستغل. يا الله على هذه اللقطة. كرة بتضيع من جانب برشلونة، هذه فرصة هدف، تير شتيغن يبعدها لكن ما زالت خطيرة، كان ممكن يستغلها ويسجل الكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. كرة خطيرة مع الضغط الموجود عليه، رائع الضغط العالي، هل تستغل في هذه اللحظات؟
فرصة متاحة من سقطها من فوق حارس المرمى. حب يلعب له كرة من فوق حارس المرمى لكن الحارس كان صاحي للقطة. برافو لردة الفعل. فرانكي دي يونغ. الآن عند دي يونغ. بيدري. توقيت جيد لاعتراض الكرة. مرتدة ممكن أن تكون سريعة. كانت هجمة مرتدة خطيرة وفرصة حقيقية لزيارة الشباك. تحرك مثالي، انطلاقة من الخلف للأمام، سرعة في نقل الهجمة، لكن في النهاية ضاعت الكرة. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات. المتبقي فقط 30 دقيقة. فرانكي دي يونغ. وصلت إلى بيدري. يتمكن الحارس من إيقاف تسديدها. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط. التنفيذ هنا بشكل قصير والكرة بتضيع من الفريق. ضربة حرة لبرشلونة. كرة بتلعب قصيرة. فرانكي دي يونغ. تصل لأقدام جوردي ألبا. تصل إلى ليفاندوفسكي. عادت إلى ليفاندوفسكي والاعتراف في منتهى السهولة. المساحة مفتوحة أمامه وينطلق فيها على الجناح. وحدة بدون ضغوطات. والتدخل يأتي لإيقاف الخطورة. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. حلوة التمريرة، ممكن تكون فرصة الآن. يا رب، هل شاهدتم كيف يسجل؟ انظر إلى المهارة. انظر إلى المسافة، أي ثقة ينجح في هز الكرة في الشباك. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. برشلونة يستغل الأطراف الآن. فرانكي دي يونغ. أوهو، تصويبة. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. يتجه في عمق الملعب. ضيع على القائم البعيد. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة. فارق الهدفين في هذا اللقاء. بالتأكيد المباراة لم تنتهي ولكن اقتربت الأمور بعد هذا التقدم. الله على هذه البداية. نشوف كرة الهدف من جديد. شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري. وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى. هدف في منتهى الروعة. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين.
فيران، راحت المنافس، ممكن تشوف البطاقة الحمراء لأن عنده إنذار سابق. تدخل رائع هنا لقطع الكرة في منطقة خطيرة. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. تدخل قاسي في هذه الكرة، هنا قد نشاهد كرت من حكم المباراة. خطأ يكلف لاعب برشلونة إنذار ولان عليه الحذر. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. فرصة أمام المرمى، ممكن يسجل في هذا التوقيت. كرة في المرمى الخالي، غياب تام للتغطية هنا، وهدية مقبولة. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، ثم شاهد المهارة هنا في المرور ووضع الكرة في الشباك بشكل رائع. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماماً في هذا اللقاء. 3 دقائق مشاهدينا تضاف إلى هذه المباراة. فرانكي ديونغ، الجماهير تطالب بالتسديدة. عمل جيد في منع الكرة من الخروج. تدخل قوي، وها هي الآن صافرة نهاية المباراة. برشلونة يخسر مباراة اليوم. الفريق كان خارج الخدمة اليوم، لم يقدم ما يشفع له لتحقيق نتيجة إيجابية. بالتأكيد الخسارة مستحقة بالنظر للمستوى اللي ظهر به الفريق اليوم. ما قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته. الكرة تقترب من دفاعات